بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد هنتكلم فيه إن شاء الله النهاردة مع بعض عن ليلة المراجعة وإيه اللي أنا هعمله علشان أقدر ألم اللغة الإنجليزية في اليومين قبل الامتحان. الفيديو النهاردة إن شاء الله يبقى مختلف شوية، يعني مش قلم وسبورة وهنقعد نشرح المنهج كله والأمر يبقى صعب عليك، أو كل الحاجة كلها المنهج كله يبقى فيديو واحد هيصعب عليك. النهاردة أنا مقسم لك الفيديو إن شاء الله لكذا بند. أول حاجة يا شباب إن شاء الله قبل ما ابدا، انا حابب الفت نظركم لحاجه. السنه اللي فاتت كانت سنه تجريبي، يعني انتوا ما امتحنتوش، والسنه دي اتلغى حاجات كتير جدا، تمام؟ يعني في الاخر الحمد لله انت الحصيله بتاعتك بلح مفيش، صح؟ طيب انا عشان اعدي دوت او هعمل ده ايه؟ يعني ايه اللي انا المطلوب ان انا اعمله؟ بصوا يا شباب، الحاجات اللي اتلغت من عندك السنه دي، حاجات اتلغت السنه دي ما تفرحش انها اتلغت، امال يا مستر ده كده المنهج بقى سهل. هو المنهج بقى سهل ولكن الحاجات دي هتقابلها السنه الجايه، فطبعا كده بقى في حمل عليك ولود عليك، صدقني انت كده انت تعبان، مش ما تفرحش كتير. طب يا مستر ما تعقدناش والنبي، خلينا في حصه المراجعه. بصوا يا شباب، انا جايب لكم ان شاء الله مذكرتين، هسيب لهم لكم تحت في الديسكريبشن عشان تقدروا ان شاء الله مع بعض تخليها على موبايلك تراجع بيها، او على التاب بتاعك، او تطبعها وات ايفر. مش عارف توصلها، كلمنا على الواتساب، الرقم موجود قدامك في الفيديو تحت، هبعتها لك. المهم المذكرتين بتوعنا النهارده يا شباب، اول مذكره هتكلم معاكم فيها ان شاء الله خاصه بالكلمات. اول حاجه هتلاقيها عندك في اول ما تفتح المذكره ملخص سريع كده للكلمات المهمه من اول يونت 9 و10 و11 و12 و13، خمس وحدات اللي عندنا. وبعد ما تخلص الكلمات هتلاقي عندك الجرامر. طبعا الجرامر لو تفتكر احنا كان عندنا يونت 1 كانت ازمنه الماضي التام، سوري كان المباشر وغير مباشر، تمام؟ بس كان في الجمله الخبريه. وعلى فكره في اليونت 12 كان عندك المباشر وغير مباشر في الجمله الاستفهاميه، وعندك يونت 10 الماضي التام والتام المستمر، وعندك يونت 11 المستقبل المستمر، وعندك يونت 13 حروف الجر. طبعا يعني ارجع حروف الجر كده شيلها خالص، طبعا دي قاعده حفظ مش محتاجه كلام، ده مجهود ذاتي منك. الوحدات الباقيه يا مصر مش هتشرحها لنا على السبوره النهارده كده وتقف تتكلمنا انا فيها، انا مسهل عليك عشان الفيديو ما يبقاش كتير. الروابط بتاعت القواعد ديت انا شارح كل قاعده لوحدها في فيديو منفصل تماما، يعني تقدر ترجع لها وتسمعها براحتك، سواء على القناه بتاعتنا على الزتونه او على قناه انجلش كلاب القناه الخاصه بيا، تقدر تتواصل معاهم وهجيب لك اللينكس اللي بتاعت القواعد دي موجوده في قلب الايه؟ صندوق الوصف او في التعليقات تحت. طيب، ثاني حاجه يا مستر، ثاني حاجه عندنا يا شباب هتلاقيها الايسي، اذا انك تكتب الايه؟ الايسي. اتفقنا ان كان اكتر حاجه موجوده عندنا دلوقتي في المجتمع السائده عندنا في مصر دلوقتي او في العالم كله الكورونا فيروس. طبعا ده محتمل انه يجي في اولى او في ثانيه او في ثالثه ثانوي، خلينا فيكو. طيب يا مستر، هو الكورونا فيروس بس هو ده اللي الناس كلها اتكلمت عليه يا شباب؟ والله طيب ايه الجديد؟ الجديد انا جايب لك حاجه كمان، رساله شكر لازم نقدمها للفريق الجيش الابيض. يعني هيجي لك يقول لك اتكلم عن ذا وايت ارمي، الجيش الايه؟ الابيض اللي هو الدكاتره والتمريض، وربنا يقويهم ويعدي الازمه اللي احنا فيها على خير. الحاجات دي يا شباب انا جايبها لك في قلب هجيب لك برضو الفيديو خاص بالكورونا فيروس اللي انا نزلته امبارح، ولكن الوايت ارمي ان شاء الله هينزل النهارده او بكره، برضو هيبقى معاكم على القناه تقدروا تسمعوه، يعني اريه لكم وشرحه لكم بالكلمات الصعبه، تقدر تتطلع عليه، وتقدر انك لو عايز تضيف حاجه تضيفها انا عامله لك استرشادي ان شاء الله يعجبكم. طيب بعد كده يا مستر انا جايب لكم بقى يا شباب 20 قطعه ترجمه من عربي لانجليزي و20 قطعه ترجمه من انجليزي لعربي. وعلى فكره هم جايين بالمودل انسرز، يعني انت عايزك تقعد تحل لوحدك، وبعد ما تحل تبدا تشوف الاجابه بتاعتك صح ولا غلط، ما تغشش، انت بتغش نفسك. بعد كده يا جماعه طبعا احنا كده خلاص يعني اتكلمنا عن كل الحاجه اللي هتجيلي في الايه؟ في الامتحان، ناقص الريدنج كومبرهنشن والحاجات دي هدربك عليها، جايبها لك مذكره ثانيه هتعرفها دلوقتي. طيب بعد كده جايب لكم تدريبات يا شباب على خمس وحدات بس، طبعا ده مش موجود في الكتاب اللي بره، ده يعني علشان تقدر تصفي ذهنك اللي بتحله، ده هو المنهج بتاعك عشان ما تبقاش خايف او قلقان يا ترى دي عندي في المنهج ولا مش عندي، الكلمه دي فاتت عليا ولا ما فاتتش. عندك هتلاقي في 100 جمله جايين لك على التشويس، مالتي تشويسز خاصه بالكلمات اللي على الوحدات، وبرده بالاجابات، الاجابات هتلاقيها موجوده تحت خالص كده، تمام؟ يعني حل لوحدك الاول وبعد كده انزل بص على الاجابه بتاعتك، صحح لنفسك مش عيب، خلي بابا وماما اخوك الكبير اي حد صححه لك. وبعد كده تلاقي عندك 80 جمله خاصه بالجرامر، بالنقاط الموجوده على الجرامر، تقدر تتطلع عليهم برضه وتخلص الحل وترجع تبص على الحل بتاعك تقيم نفسك ان كان صح ولا غلط. كده يا شباب يبقى المذكره الاولى الحمد لله خلصت. محتاجه منك يومين تقريبا او يوم واحد تقدر تخلص الكلمات بالجرامر، الجرامر مش محتاج ما بتحفظش زي ما عودتكم يعني،
تمام. يومين تكون خلصت الكلمات بالجرامر ولميت كل حاجه فيهم ان شاء الله. طب يا مستر، المذكره الثانيه عباره عن ايه؟ المذكره الثانيه يا شباب جايبها لكم عباره عن السكيلز، ازاي انك تتعامل مع السكيلز. السكيلز زي ما اتفقنا اللي هو الاسايز، انك تكتب المقال اللي عندك او الموضوع الباراجراف اللي هيجي لك لو خاص بثالثه ثانوي، حد من ثالثه ثانوي بيسمعني، ازاي انك تحل الريدنج كومبريهنشن، وازاي انك تقدر تعمل جيسنج للمينينج الصعبه، الكلمات الصعبه اللي عندك هتعملها تخمين ازاي، وتقدر تحل الريدنج كومبريهنشن ازاي، عندك ازاي انك تعرف القواعد بتاع الاساي والانواع بتاعته، ازاي انك تعرف القواعد بتاع الاسي والقواعد بتاعته والانواع بتاعته، ايه زي ما اتفقنا قبل كده، وازاي انك تقدر تحل الاسي وتكتبه كويس وتكتب فيه كلام كتير. طبعا الحاجات دي انا ضربتكم عليها كتير قبل كده. طيب انا عندي بعد كده فن الترجمه بامثله على كل نقطه معينه موجوده عندك في المنهج او موجوده عندك في المذكره، عشان تقدر تقعد، ما انتش محتاج مدرس معاك، انت محتاج انك يبقى جواك اراده وعزيمه انك تقدر تذاكر وعايز تحل وعايز توصل لحاجه معينه. بعد كده تالت حاجه انك تقدر تتعامل مع قطه الفهم والاستنتاج، وبكده يكون المذكره الثانيه خاصه بالسكيلز، تقدر تتدرب على الثلاث انماط اسئله دول. اخر حاجه يا شباب بقى، يعني ديت يعني ليكم انتم الشباب اللي عايز يعدي ان شاء الله ثالثه ثانوي ويعدي ثانيه ثانوي بمجهود وبمستوى كويس جدا، انا جايب لكم يا شباب قاموس كلمات. قاموس ايه؟ كلمات. ده انا عامله مني ليك انت، هتلاقي عندك كده فيه من صفحه 8 لغايه من يعني من بيج 8 الى 20 لغايه صفحه 20. القاموس كلمات جايبه لكم كلمات كونيه، كلمات عاديه جدا، مهمه جدا للريدنج، مهمه جدا للكومبرهنشن، موجوده للباراجراف، للاساي، للترانزليشن عامه. الكلمات دي انا جايبها لكم بصيغه كويسه مرتبه ترتيب ابجدي، مترتبه يا شباب ترتيب ابجدي، بحيث ان سيادتك او سيادتك تقدري تخشي وتحفظي النهارده مثلا وبكره انا هاخد لتر اي واحفظ الكلمات اللي موجوده فيهم وهكذا لغايه ما ايه ما تخلص. في الديسكريبشن تحت يا شباب هتلاقي اللينكس اللي موجوده عندك على الاساي الكورونا فيروس، هتلاقي موجوده عندك الجرامر اللي موجود مباشر وغير مباشر، والحاجات اللي انا جبتها لكم قبل كده على القناه بتاعتنا. ولو في اي مشكله قدامك تواصل معايا ان شاء الله هتعدي، بس انا عايزك انت طالب تانية ثانوي يعني بتركيز قليل هتقدر توصل للي انت عايزه. المذكرتين لو خلصتهم مش هتحتاج اي مدرس معاك صدقني، خليك في البيت كده ويعني وظبط المذاكره وظبط وقت وظبط مواعيدك، ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه وما تعتمدش على الغش صدقني مش هينفعك. كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى.